نتواجد معكم هنا بمدينة العش وبالضبط من الملعب غابة لايبيكا. معنا الكوتش بلال العش. شنو الهدف من وراء هذا التمرين الرياضي هنا بغابة لايبيكا؟ اخي بغينا نجمعوا مع بعضياتنا ونشطوا والدراري يتحركوا، اهم حاجة الرياضة كتكون مهمة لأي واحد، وكنتمناو لهذه البلاد هذه المدينة هذه تكون فيها بزاف ديال الأنشطة مزيانة بحال هيدا، كارديو بحال الجري بحال السباحة. حنا عندنا البحر عندنا كل شيء، وحنا كنتمناو يكون كل شيء مدخن كل شيء فورما وصافي، هذه أهم حاجة خصنا تكون. بالنسبة لك شنو تفضل، رياضة في الغابة ولا رياضة في القاعات الرياضية؟ وعلى حسب الجو، إذا كان الجو بحال هيدا الربيع وهذا كنفضل الغابة مزيان وهذاك، ولكن كينفو هذاك راه ضروري تفضل لاصال وهذاك، تمشي على حسب الجو صافي، هذه أهم حاجة. شنو تقول للناس اللي ما تيديروش الرياضة؟ وكندعيو معاهم اخي، كندعيو معاهم من القلب يتحركوا معنا شويه احسن حاجه. لو بغيتي ماشي ضروري تعدل الفورمه ديالك ولا توصل لواحد الحاجه، اهم حاجه هي تتحرك، دور الدوره الدمويه في الدم ديالك تكون بزاف. انت كتعرف دابا حنا مابقيناش كناكلو شي حاجه مزيانه طبيعيه، كلشي ولا اي ماشي هو هذاك طبيعي. الرياضه كتحرق داكشي، اهم حاجه كتحرق الكراسه، كتحرق اي حاجه. بنادم اللي مرض السكر يتحرك يتمشى واخا يتولو ساعه وهذا، راه كتكون مهمه ليه والدب ديالو لاي حاجه. لاحظتك صالح، تلاحظوا درتوا العرض غير بالنسبه للرجال والشباب، واش ما كاينش شي عرض بالنسبه للنساء؟ وكنتمنى ان شاء الله يجي واحد النهار نديروا العرض حتى النساء وهذا، وما نقدرش نقول انا شي حاجه، راه الناس هما اللي بغى شي حاجه راه مرحبا في اي ساعه، في لاصال في الغابه في اي بلاصه نديروا لهم داك الشيء. فالتمارين تتكون يوميا هنا في غابه لايبيكا ولا غير مره مره؟ لا يعني على حسب، دابا عاد بديناها صراحه حتى ما كانش هذا الشيء هذا بزاف في المدينه. حنا عاد بقينا كنفكروا نديروا، كنا كنديروها 15 يوم مره في 15 يوم، دابا ولينا كل مره في السيمانه، وهذاك الشيء على حساب عاود الناس اللي واش يطلبوها ولا لا. حنا علينا عين نعاونوا الناس دونك تتوجه نداء الناس ديال العريش ورياضيين ديال العريش باش يجيو يديروا التمارين الرياضيه. مرحبا في اي ساعه فوق الراس، ماشي بالضبط كره القدم، مجموعه الرياضات حصل الفيتنس او الجيم موتيفاسيون بحال هكا، اي حاجه الدنيا هاني. حنا فوق الراس والعين نديروا الجهد ديالنا كما تعلمنا من عند الاساتذه، تعلمنا من عند بزاف ديال الناس، ولكن اهم حاجه عندي اللي تعلمت منه شخص واحد هو اللي تعلمت منه هو الخاوة ديالي، هادشي اللي دزت من عنده هذا. شنو يمكن تقول للخاوة ديالي؟ الله يسهل عليه، الله يعاونه في هذه الخدمة هذه، ونتمناو من الله يجي قريب إن شاء الله. شكرا بلال العش كوتش ديالنا، مرحبا بك، شكرا بزاف.